هذا يجي 2000 تقريبا 2800 مليون دينار، معناها 2800 مليار من المليمات، هذه كلها للتشغيل يا ابو قلب. معناها كي تصرف 20 مليون على كل موطن شغل تلقى عندك 140 الف موطن شغل تخلق. ويني هذه فلوس الشعب هذه ناخذوا فيها؟ ويني سي دي بلا بلا، كلها وراء، لان ما هيش ماشي للتشغيل وما هيش ماشي للتنميه، ماشيه للخزينه لتعديل الميزانيه. منين لشكون ماشيه؟ منين جايه؟ كلها واغلبها 70% منها البنك الدولي للانشاء والتعمير اللي هو فيليال من الجروب دو لا بنك مونديال، يعطينا بالاوراق يعطيونا في قروض ينفخوا في كرش الشعب على اساس وانها موجهه للتشغيل. هذوما 2800 مليار من المليمات. يا شعب تونس، يا بطالة تونس، يا منظمة معناها أصحاب الشهادة العلمية، هاي 2800 مليار من المليمات خذتها مختلف الحكومات. وينو إنتاج مواطن الشغل؟ إذا تحط كلفة مواطن الشغل بعشرين ألف دينار نلقاو رواحنا عملنا على الأقل 140 ألف مليون 140 ألف مواطن شغل. ويني هذه؟ هذه كلها برامج وهمية، هذه كلها يبيعونا في الكلام، لأنه ما فماش التوجهات الحقيقية من أجل حل مشكلة التشغيل، لأنه ما فماش المنوال التنموي اللي قلبه محور الإنسان وكرامة الإنسان، لأنه كل القوانين التي تم سنها من طرف مجلس النواب الشعب هي قوانين من أجل الاستثمار الخاص لا غير، هي تجاهل الاستثمار العمومي اللي نجم يخلق مواطن الشغل والثروة، هي كلها برامج زائفة. معطينا العمل من حقهم اليوم تسألوا كل الحكومات وتسألوهم من خلال العرائض الشعبية ومن خلال التحركات السلمية المدنية، وين مشات هذه الفلوس كلها، هذه القروض؟